أنهى قداسة البابا فرانسيس زيارته الرسولية 30 التي حملته هذه المرة إلى رومانيا، موجها نداء متحمسا لأوروبا لتوحيد صفوفها وأحياء المثل العليا لمؤسسيها، مشيرا إلى أن الإيديولوجيات والسياسيين الذين يروجون للخوف يهددون وجودها ككتلة أوروبية. جاءت تعليقات البابا فرانسيس على الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من رحلة استغرقت 3 أيام إلى رومانيا، وهي أحد أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي. كما حث الأب الأقدس المؤمنين على الصلاة من أجل الوحدة الأوروبية وغير المؤمنين على أمل أن يتم ذلك من أعماق قلوبهم. أضاف البابا: إذا لم تنظر أوروبا بعناية للتحديات المستقبلية فستجف أوروبا. كما قال إن أوروبا لم تعد الأم أوروبا وأصبحت أوروبا الجدة، فقد مر عليها الكثير والكثير. وكان البابا قد وصل إلى رومانيا حيث كان بانتظاره رئيس جمهورية البلاد السيد كلاوس ويرنر بوهانس وعقيلته والسفير البابوي في رومانيا المطران ميغيل ماوري. بعدها توجه البابا فرانسيس إلى القصر الجمهوري حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتلاها زيارة مجاملة لرئيس الجمهورية ولقاء مع رئيسة الوزراء السيدة فازيليكا فيوركا دانسيلا. وفي القصر الجمهوري حيث التقى بالسلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، وللمناسبة ألقى الأب الأقدس كلمة شجعهم خلالها على الاستمرار في العمل من أجل تعزيز الهيكليات والمؤسسات الضرورية، لا لإعطاء جواب لانتظارات المواطنين الصحيحة وحسب، وإنما أيضا لتحفيز شعبهم والسماح له بالتعبير عن إمكانياته وذكائه. بعدها توجه البابا إلى مقر البطريركية الأرثوذكسية في العاصمة بوخارست للقاء البطريرك دانيال والسينودوس المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، ووجه كلمة بدأها بالتحية الفصحية المسيح قام، مذكرا بأن قيمة الرب هي قلب البشارة الرسولية التي تنقلها وتحفظها كنائسنا. وتحدث بعد ذلك عن الرباط بين الكنيستين والذي يعود إلى الرسل شهود القائم من الموت، داعيا إلى السير معا نحو عنصرة جديدة، وأن الطريق التي تنتظرنا هي من الفصح إلى العنصرة. وفي إطار زيارته الرسولية إلى رومانيا وبمناسبة عيد زيارة العذراء مريم إلى نسيبتها القديسة إليصابات، ترأس البابا القداس الإلهي في كاتدرائية القديس يوسف في بوخارست، وألقى عظة لفت فيها إلى أن مريم تسير وتلتقي وتفرح لأنها حملت شيئا أكبر من نفسها، إنها حاملة بركة، ودعا لتعزيز ثقافة اللقاء التي تبطل اللامبالاة والانقسام وتسمح لهذه الأرض أن تنشد بقوة مراحم الرب. كما جرى لقاء مريمي مع الشباب والعائلات في ساحة قصر الثقافة في ياش، وتخللته 3 شهادات وقراءة من سفر أعمال الرسل. ووجه البابا كلمة لفت فيها إلى أن الروح القدس يساعدنا في اكتشاف جمال أن نكون معا والقدرة على اللقاء للسير معا كل بلغته وتقليده. وفي اليوم الثاني من زيارته الرسولية إلى رومانيا، ترأس الأب الأقدس القداس الإلهي في مزار شوموليو شوك المريمي، وألقى عظة وصف فيها المزارات بأنها تحافظ على ذاكرة الشعب الأمين الذي في وسط محنه لا يتعب من البحث عن ينبوع الماء الحي حيث ينعش رجاءه. وحث البابا فرانسيس الجميع للسير معا وجعل الإنجيل الخميرة التي تطبع كل شيء وتعطي الشعوب فرح الخلاص في الوحدة والأخوة.